ومتابعة لهذا الاستحقاق الدبلوماسي، ينضم إلينا من نيويورك نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله. بعد التحية، الاستحقاق الدبلوماسي الذي شهدناه اليوم هو تتويج لجهود دبلوماسية كبيرة قائمة على رصيد تاريخي لسمو الأمير، فما هي أبرز ملامح هذه الاستمرارية والعطاء؟ بداية أشكركم على الاستضافة، وبسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بالتهنئة لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأيضا الحكومة الكويتية وللشعب الكويتي جميعا على هذا الفوز الباهر الذي تحقق لنا اليوم، والذي يأتي بعد سنوات طويلة من العطاء والجهد والعمل الدبلوماسي المضني لرفعة اسم دولة الكويت ولرفعة دورها المرموق. ولا شك بأن هذا الفوز يأتي أيضا نتاج لتراكم بناء أرسى قواعد سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتواصلت معه الدبلوماسية الكويتية عبر سنوات عديدة لتحظى باحترام وتقدير العالم أجمع. نحن في عام 1979 اختارنا العالم لنكون أعضاء غير دائمين لمجلس الأمن، ولم يتركنا العالم منذ ذلك التاريخ، وإنما استمر في وضعنا تحت اختبار عسير وملاحظة دقيقة لدورنا وسياستنا في المحافل الدولية. ومنذ ذلك التاريخ ونحن نخضع لمراقبة واختبار العالم، لنجتاز ولله الحمد اليوم بنجاح مرة أخرى بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن. وهذا الفوز بلا شك يعني أننا حظينا مرة أخرى بتقدير العالم وبمكانة العالم وبمكانة الكويت المرموقة لدى العالم. نحن مدينين للعالم أجمع بهذا النجاح وعلى هذه التزكية التي حظيت بها دولة الكويت، ونؤكد بأن هذه التزكية وهذا النجاح سيشكل عبئا جديدا ومضاعفا لنمارس دور أكثر تفاعل وأكثر تأثيرا في مجلس الأمن، وسنقوم بالفعل بالتفاعل والعمل مع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن للعمل وفق بعدين أساسيين لمجلس الأمن، وهو البعد الإنساني. والكل يدرك بأن الكويت ولله الحمد حظيت بتقدير من العالم عندما سمي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني، والكويت مركزا للعمل الإنساني. والبعد الآخر في مجلس الأمن وهو البعد التنموي، الذي يدرك الجميع أيضا أن الكويت باع طويل في هذا المجال. سنتفاعل مع مجلس الأمن من خلال هذين البعدين، وسنتفاعل أيضا مع مجلس الأمن من خلال منطلقات سبق وأن ذكرها معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء في مناسبات عديدة، منطلقات الدور الكويتي في مجلس الأمن تتلخص في حرص الكويت على تعزيز علاقات الصداقة، وأيضا مع مختلف دول العالم، وهي صداقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأيضا احترام سيادة الدول ومصالحها المشتركة. إضافة إلى أننا سنسعى من خلال دورنا في مجلس الأمن إلى أن نفعل دور الأمم المتحدة، وإلى أن نفعل دور مجلس الأمن، وإلى أن يتحقق لمجلس الأمن دورا أكثر شفافية مما هو الآن وأكثر فعالية مما هو الآن حلال قضايا الأمن والسلم الدوليين.
لا شك بأن الجميع يدرك بأن منطقتنا يعصف الإرهاب والتطرف بأمنها واستقرارها، ولا شك بأن الكل يدرك بأن مجلس الأمن بكل أسف لم يمارس الدور المطلوب منه، ولذلك نحن سنسعى من خلال تفاعلنا مع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين إلى أن نفعل دور مجلس الأمن، إلى أن نجعل لهذا الدور أكثر قدرة وأكثر تأثيرا في الأحداث ومجريات الأحداث في منطقتنا. هناك جانب آخر الحقيقة يتعلق في مكافحة الإرهاب، وهناك أيضا جانب يتعلق في دور مجلس الأمن في تشجيع قيم التسامح والتعايش بين الأمم وتشجيع الحضارات. كل هذه الأبعاد الحقيقة سنسعى من خلالها مع مجلس الأمن، وستكون منطلقا من منطلقات دور الكويتي المستقبلي في مجلس الأمن. نعم، نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر الهاتف. شكرا لك.